السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم في قناة بروسوس فيديو دي فاتكنا. إن شاء الله النهاردة هنكمل دورة عمل قاعدة بيانات لاعبي ريال مدريد. خدنا المرة اللي فاتت دالة الإنسيرت، إن شاء الله النهاردة هناخد دالة الحذف. دالة سهلة جدا. إن احنا هنعمل إيه؟ إن احنا هناخد أي دي اللي هو المستخدم هيحذفه من قاعدة البيانات. الاي دي ده هنعمل شويه عليه شويه عمليات. اول عمليه عليه ان احنا هندخله جوه قاعده بيانات، هنشوف هو موجود اساسا جوه قاعده بيانات ولا لا. لو هو موجود هنكمل، لو مش موجود هنبقى نوت فاوند كان نرجع تاني نطلب منه الاي دي. وبرضه نفس داله التعديل اللي احنا خدناها، ان احنا بننقل الملفات او الداتا من غير الاي دي ده وبنرجعها تاني الملف الداتابيز. فانت لو مش فاهم الحكايه الاخرانيه دي يا ريت تشوف داله التعديل هتفهم كل حاجه. اولا هنعمل سيستم سي ال اس عشان نمسح كل اللي موجود في السي ام دي. بعد كده نعمل متغيرات الاعتيادات بتاعتنا الانبول داي دي اندر سكور انبوت عشان ناخد من المستخدم انبوت الاي دي، والاي دي اللي احنا هنجيبه والنيم والستيت والايدج والانكر دي لو الاي دي اصلا موجود في الداتابيز او لا. وهنا بعد كده نعمل سيستم سي ال اس، مش عارف دي لازمتها ايه بس مش مشكله خلاص. يعني نخش جوه حلقه دو. سوري يا جماعه، بس لو حصل معاك مشكله او البيانات ما اتحذفتش يا ريت تعمل سيستم سي ال اس تاني. انا عمال مرتين عشان حصل معايا مشكله، مش عارف تحصل معاك ولا لا. بس المهم يعني هنعمل دو عشان هنخش جوه الحلقه التكراريه، عشان لو الاي دي ده اصلا مش موجود فنطلع نرجع نطلب منه اي دي جديد تاني. هنطلب منه انتر اي دي ذات يو ونت، دخل الاي دي بتاعه، بعد كده نفتح الملف بتاعنا اللي هو الداتابيس، بعد كده نفتح الايديت دوت دات اللي هو ملف التعديل اللي احنا هندخله البيانات المتعدله. طبعا ده الداتابيس بصيغه ان والديت ايد بصيغه اوت. ننزل تحت هنلف الملف كله، اي لاين انت هتجيبه لو الاي دي اعمل مقارنه بين الاي دي والاي دي اللي المستخدم دخله. والله لو هما بيساووا بعض اعمل انكر بتساوي ترو، خلاص انا لقيته، واكسر حلقه، اكسر حلقه تكرارية ما تكملش. طبعا هو كده كده اصلا هيكسر ان هو اصلا مفيش حاجه، بس احنا يعني ايه الاحتياط يعني. بعد كده بيقعد ينقل في البيانات، ينقل في البيانات. بعد كده طبعا لو هو ما لقاهاش، يعني إيه لو الاي دي ما بيساويش الاي دي اللي هو المستخدم دخله، بينقل الملف، بينقل البيانات دي. خلي بالك احنا في الخطوه دي ما قلناش بيانات اللي احنا مش عايزين البيانات اللي هو المستخدم عايز يحذفها اساسا تتنقل معانا، فاحنا كده بنحذفها من قاعده بيانات جديده. طبعا بعد ما يخلص ان هو ينهي البيانات كلها، ينقلها كلها بدون طبعا الاي دي اللي هو المستخدم دخله بالليم والاي ستيت والايج. طبعا هو بيكنسل السطر ده كله بعد الكونتينيو، بمعنى ان انت جبت السطر ده كله، يعني اي عمليه جيت لاين جديده هتبقى للسطر الجديد. بعد ما يخلص الهوايل هيعمل دوت كلوز، بعد كده ايديت فايل دوت كلوز، بعد كده يخلي لو الانكر بتساوي فولس والله يعمل له زيار نوت اي دي ساتش از يو انسرت. بعد كده نخلص كده ننزل تحت، لو والله لو الانكر لسه فولس يعني الاي دي بتاعك مش موجود اساسا ارجع تاني. ده ماشي مش كده، ارجع تاني واعمل نفس الخطوات دي. طبعا هو كده كده اصلا هينقل البيانات. بعد ما نخلص اللي هو ننزل تحت هنفتح الملف تاني عشان ننقل بقى البيانات المتعدله من الداتا، من الايديت فايل للداتا فايل. نفتح داتا فايل هنبعت لها بيانات، والايديت فايل هنبعت هناخد منها بيانات. ننزل تحت هنلاقي الهوايل، بينما انت ما وصلتش للايديت اندرسكور فايل، هو دلوقتي في اول الفايل بتاعنا في الايديت فايل. اعمل له دوت جيت لاين، اعمل كل اعمل السطر ده كله جيت لاين. بعد كده انقل الداتا اللي هي الملف الداتا بيز، نقلها ده وده وده وده، يعني السطر الاعتيادي بتاعنا. بعد ما تخلص نقل، بعد كده اعمل دوت كلوز دوت كلوز للملفين، بعد كده امسح ملف الايديت، بعد كده اعمل سي اوت ديليتد، خلاص اعمل سيستم بوز. خليها تحت ننزل كده، لو الداله مش متضافه شو ديليت داتا شو ماشي. نعمل كده رن، ندخل اليوزر نيم بتاعنا، الباسورد 13 12 2001. طبعا انا قبل الشغل اللي احنا بنعمل البيانات الاول اللي جواها تعمل ديليت للداتا. نبقى شيكو اصلا، مثلا احنا عايزين نحذف، مثلا عايزين نحذف بريس اني كي تو كونتينيو عشان نخش للداله الجديده. انتر ذات يو، احنا هندخل اي دي مثلا نقول 40 مثلا، نتمنى يكونش في الداتا بيس، نقول مثلا عشان 47 مثلا. There are not ID such as you insert، طبعا مفيش ID بالرقم ده. لو كتبنا مثلا 4 6 مثلا تاني،
برضه مفيش اي دي. لو كتبنا واحد مثلا دلوقتي هو دالة الداتابيس بتاعتنا، خلينا نعمل انتر كده زي ما انتم شايفين يا جماعه، مفيش خلاص حذف كيلور نافاس من عندنا، وطبعا الداتابيس التانيه عادي. نعمل بريس اني كي تو كونتينيو، خلاص هو خلص البرنامج بتاعنا. دي كان دالة الحذف. ارجو ان يكون الدرس نال اعجابكم. لو في اي حاجه، ما فهمتهاش يا ريت تكتبها في التعليقات، ان شاء الله ارد عليك. نلقاكم درس اخر ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.